السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الأول الإعدادي. إن شاء الله النهاردة هنغطي يونت 10 كاملة. ركز معايا، الموضوع بسيط. أنا مستر حمدي الحارس ودي قناة إنجليش أونلاين. اللي لسه ما عملش لايك للفيديو ينزل يعمله لايك، واللي ما اشتركش في القناة يتفضل يشرفنا بالاشتراك، وياريت كمان تشيروا الفيديو لأصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي. يلا بينا نشوف، الموضوع بسيط جدا. يونت 10 النهاردة اسمها Welcome to my school. Welcome to my school يعني مرحبا بك في مدرستي، مرحبا بك في مدرستي. النهاردة هنتعلم مجموعة أشياء. في بعض الناس هتقول يا ده دول متداخلين جدا وانا دلوقتي هغلط فيهم، الموضوع ابسط منه مفيش. هناخد النهاردة حاجة اسمها made of. made of دي معناها مصنوع من، وكمان made from معناها مصنوع من. طيب made in دي معناها صنع في، خلاص. وmade by معناها، made by دي معناها صنع بواسطة، صنع بإيه؟ بواسطة. الموضوع بسيط جدا، خليك معايا. أول واحدة معايا اللي هي made of، طبعا أنا قلت معناها مصنوع من، بيجي بعد منها مادة لا تتغير. المادة ما بتتغيرش، المادة إيه؟ ما بتتغيرش. على سبيل المثال لو أنا قلت مثلا السبورة دي مصنوعة من الخشب اللي هو الخشب ده، هل الخشب هنا اتغير؟ لا طبعا، انا قطعت الشجرة ومسكتها وديتها الورشة ولوحتها وعملتها ايه؟ خشب، ومسمرته بشوية مسامير. الخشب هنا لم يتغير، الخشب هنا لم ايه؟ لم يتغير. على سبيل المثال عايز اقول مثلا الشباك مصنوع من الخشب، ناخدها كده ببساطة اهي، الشباك مصنوع بالخشب. مش هينفع اكتب بالعربي، ها اقولها ازاي؟ الشباك اسمه بالانجليزي ده ويندو، ده ايه؟ ده ويندو. ها ويندو ده مفرد، ياخد إز ولا آر؟ ياخد طبعا كلمة إز، ياخد طبعا كلمة إيه؟ إز. طبعا إز مع المفرد وآر مع الإيه؟ الجمع. ننزل كلمة made of اللي هي معناها مصنوع من، الخشب اسمه إيه بالإنجليزي؟ اسمه وود. اسمه إيه؟ اسمه وود. يبقى أنا عندي لما تكون المادة بتاعتي لم تتغير بستخدم معاها طبعا إيه؟ بستخدم معاها made of، مصنوع من. طيب لو كانت المادة تتغير بقى، لو عندي مادة بتتغير، ها بستخدم معها made ايه؟ made from. made ايه؟ made from. طيب على سبيل المثال لو جيت هنا قلت لك مثلا glass، glass اللي هو الزجاج، ها is made نقط sand. طبعا معروف ان الازاز بيتصنع من الرمال، بيتصنع من ايه؟ من الرمال، الرمال موجوده كده special sand in Sinai، تمام، نوع من انواع الرمال الايه اللي في سيناء. طيب انا لو جيت بصيت للازاز نفسه، لو انا اعتبرت مثلا ان السبوره دي ازاز، لو اعتبرت ان السبوره دي ايه؟ ازاز، هل انا شايفها رمله؟ هل انت لما بتبص للازاز كده بعينيك بتشوف فيه رمله؟ لا، يبقى الرمله اتغيرت الى حاجه تانية اللي هو الزجاج. يبقى هنا هنقوله made ايه؟ made from. made ايه؟ made from. يبقى الماده الخام لما بتتغير بنقوله made from، ولما ما بتتغيرش بنقوله made of. طيب made in دي طبعا في ناس كتير جدا يقول لك ايه؟ made in China، made in Egypt، made in America، made in Germany، made in France، تمام، made in England، تمام، اللي هي مصنوع في مكان، مصنوع في ايه؟ مكان. عايز اقول مثلا السويتر ده مصنوع مثلا في ايه؟ مصنوع في انجلترا. يبقى هنا هنقول ايه؟ my sweater is made in England، مصنوع في انجلترا. يبقى مصنوع في مكان بنقوله made in. يبقى of مادة لا تتغير، from مادة تتغير، in بيجي بعد منها مكان، in بيجي بعد منها ايه؟ مكان. هناخد طبعا عليهم امثلة كتير دلوقتي. طيب لما اقول مثلا فلان هو اللي صنع الحاجة دي، احمد مثلا هو اللي صنع الترابيزة، مثلا حمدي هو اللي صنع مثلا التليفون، طبعا انا ما صنعتش لا تليفون ولا حاجه، ها يبقى هنا بنقوله ايه؟ باي شخص، صنع بواسطه اهي، ميد باي معناها مصنوع بواسطه، مصنوع بايه؟ بواسطه. يبقى على سبيل المثال اللي عايز اقول التليفون مصنوع بواسطه جرهام بيل، يبقى اقولها ازاي؟ يبقى ذا فون، ذا تليفون، ها تليفون ياخد ايه عشان مفرد؟ از، ها ونقوله made ايه؟ made by. اسمه ايه الراجل ده؟ جرايم بيل، خلاص.
يبقى مصنوع طبعا بواسطة ايه؟ جراهام بيل، اللي هو التليفون مصنوع بواسطة جراهام بيل. طيب الحاجات اللي احنا قلناها made of و made from و made in و made by عليها مجموعة اسئلة على حروف الجر فقط. يلا نعملها مع بعض وبعد كده نمسح ديت ونشوف هنعمل معهم ايه تاني. هنا بيقول لي the door اللي هو الباب، الباب ها is made not wood، عايز اقول مصنوع من الخشب. هل الخشب كمادة لما بشوفه كده في الباب بيتغير؟ بيندهن حاجات، بيندهن انواع من البويات وحاجات من دي وبتضاف له كوالين وحاجات من دي، بس الخشب هو هو الخشب. يبقى هنا مادة لا تتغير، مادة لا تتغير made ايه؟ ايوه الاجابة هنا هتبقى made of، made ايه؟ of. روانت تركز معايا. bread العيش is made not flour, flour yeast salt and water. عايز اقول العيش بيتصنع من الدقيق والخميرة والمية والملح. طب انا لو جبت رغيف عيش، خلاص جبت رغيف عيش، هل لو عصرته هينزل مية؟ مش ممكن. طيب انا هل انا شايف فيه خميرة؟ لا ما انا شايف فيه. هل انا شايف فيه دقيق؟ لا ما انا شايف فيه. هل انا شايف جواه ملح؟ ما انا شايف فيه اي حاجة. يبقى هنا المادة تغيرت. في حالة ان المادة تتغير بنقول made from، يبقى الإجابة هنا هتبقى made from. made ايه؟ made from. طيب هنا بيقول لي this car is made not Egypt. ها عايز اقول العربية دي مصنوعة، Egypt دي مكان مصر. ها الاماكن دايما بنقوله معاها made ايه؟ made، ايوه made in. يبقى this car is made in Egypt. يا رب كده نشوف مصر بتصنع طيارات ودبابات وكل وغواصات وحاجات من دي. يبقى this car is made in Egypt، هذه السيارة صنعت في مصر. صنعت في ايه؟ في مصر. هنا بيقول لي this medal، خلاص الميدالية دي، الميدالية دي is made نقط احمد، اللي صنعها ولد اسمه احمد. ها انا قلت لما نقوله صنعت بواسطة شخص بنقوله made ايه؟ made by. يبقى الاجابة معايا هنا made ايه؟ made by. معايا دلوقتي مجموعة كمان من الاسئلة على made of، made from، made in، made by. ركز كده معايا. السؤال الاول هنا بيقول the chair is made is نقط of iron. عايز اقول مصنوع من الحديد، نقوله made ولا make ولا making ولا to making. واحد شاطر هيقول لي يا مستر ده انا عندي ام واز وار بيجي بعد منهم الفعل مضاف له اي ان جي، بس اول حاجه عندي غلط هنا اللي هي الاي ان جي، هي الايه؟ الاي ان جي. ليه يا مستر؟ عايز اقول مصنوع، ده يعتبر باسيف، ده يعتبر ايه؟ باسيف. يبقى انا عندي اسمها made of، made from، made in، made by. يبقى الاجابة هنا هتبقى كلمة ايه؟ made. الاجابة هنا هتبقى كلمة ايه؟ made. طيب my shoes not made of leather. ها عايز اقول الجزمة بتاعتي مصنوعة من الايه؟ من الجلد. ها الجزمة دي فيها طبعا هنا اس او اس، تبقى is ولا ار ولا ام ولا was. ها الحاجة الجامعة دايما بنقوله ايه؟ ها is او ار. طيب هنا بنقوله ايه؟ ار. هنا بنقوله ايه؟ ار. طيب السؤال ده انا عايزك تركز فيه قوي. this dish is made not china. ها هنا واحد على طول هيقوم حاطط لي على ان. لا يا مستر هنا ان غلط، ان غلط. لا يا مستر، لان تشاينا هنا ما معناهاش بلد الصين، اللي هو الصيني، ماده الصيني، ماده الصيني، ماده الصيني. طب يا مستر الصين، الصيني يا حبايبي بتتكتب لازم السي تتكتب كابيتال، تشاينا بالشكل ده. يبقى دي هنا مادة الصيني، يبقى هنا هنقوله made ايه؟ made from China. from ايه؟ China. مادة الصيني طبعا دي بيبقى داخل فيها صلصال ومعرفش وطين وحاجات كده، فحاجات كلها متغيرة بقى made from. made ايه؟ made from. طيب هنا بيقول لي the submarine، the submarine is made not Germany. Germany دي بلد اللي هي ألمانيا، الغواص عايز اقول مصنوعة في ألمانيا. يبقى الإجابة هنا هتبقى كلمة ايه؟ in، مصنوعة في اللي هي made in. هنكمل مع بعض دلوقتي جرامر يونت 10. ركز معايا النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنتعلم نقول كان، عايز اقول كان يوجد بعض الكذا، او كان لا يوجد اي، هناك بعض كذا، او ليس هناك اي. اقولها ازاي؟ احنا خدنا الكلام ده قبل كده طبعا في وحدة سابقة. في الماضي طبعا بنقول was، بنقول there was او there were some. طبعا was دي بيجي بعد منها هنا مفرد، طبعا مع was، was بيجي معاها مفرد. اما بالنسبة لwhere بيجي بعد منها اسم جمع، خلاص. وطبعا دي معناها كان يوجد بعض، او هناك
بعض. ركز كده في الايه في المعاني، ركز في الايه في المعاني. طب عايز اقول ليس هناك اي، او كان لا يوجد اي، دي معناها طبعا طبعا هنا نفس الكلام، هنا مع دي مفرد، مع ووز مفرد، ومع وير جمع. طبعا معناهم ايه؟ ليس هناك اي. طبعا في هنا كلمه صم بتيجي في الاثبات، وكلمه اني بتيجي في النفي وفي الايه وفي السؤال. ادي النفي اهوت، وفي السؤال هي هنا كمان. طيب was there any، دي معناها هل هناك اي. طبعا بيجي بعد منها مفرد، بيجي بعد منها ايه؟ مفرد. where there any برضو نفس الكلام، معناها هل هناك اي، ده بالنسبه للايه للمعنى، بس دي بيجي بعد منها ايه؟ بيجي بعد منها جمع، بيجي بعد منها ايه؟ جمع. هيجي يقول لك مثلا there نقط some تي، ها اختار من فوق، ها was ولا where، ها الشاي ده لا يعد، اللي لا يعد على طول بناخد معاه كلمة ايه؟ ايوه بناخد was، بناخد كلمة ايه؟ was، هي الاجابة الصحيحة. طيب لو جالي هنا وقال لي there نقط some cars ان 1960، ها الاجابه تبقى ووز ولا وير مع كلمه كارز الجمع دي، ها الجمع دايما بناخد معاه كلمه وير، بناخد دايما معاه كلمه ايه؟ وير. يبقى زير وير سام كارز ان 1960، تمام. طيب بالنسبه للنفي طبعا قلنا بنستخدم ايه؟ بنستخدم كلمه اني ومعاها وزنت او ويرنت، وزنت او ايه او ويرنت. طب لو جاني هنا وقال لي زير وزنت نقط شوجر at home، عايز اقول مفيش سكر في البيت، ها مفيش سكر في البيت، مفيش اي سكر في البيت، ها wasn't تاخد ايه؟ ها هل هتاخد any ولا هتاخد some؟ ايوه النفي دايما بياخد كلمه any، النفي دايما بياخد كلمه ايه؟ any، تمام. فيها مشكله؟ طيب لو جاني هنا وقال لي نقط there any paper، اختار هنا هنقول was there ولا وير زير. البيبر ده مفرد، انا قلت في حاله المفرد، ها المفرد بناخد معاه كلمه ايه؟ ووز، يبقى هنا هنقوله كلمه ووز. طيب لو جيت هنا وقلت لك نقط ذير اني بوكس، عايز اقول هل كان هناك اي كتب؟ الكتب دي طبعا جمع، ها يبقى الجمع بنقول معاه ايه؟ ووز ولا وير؟ بناخد طبعا معاه كلمة وير، بناخد معاه كلمة ايه؟ كلمة وير. طيب معايا دلوقتي مجموعة من الأمثلة على الحاجات دي، يلا بينا نحلها مع بعض. هنا هو بيقول لي choose، هنا بيقول لي there no trains in 1900، خلاص 1900 يعني 1900، ها 1900 دي سنه في الايه؟ في الماضي. تبقى was ولا where ولا was ولا is ولا are؟ طبعا ده ماضي ما يمشيش معاه طبعا لا ايه لا is ولا are. طيب كلمه trains جمع ولا مفرد؟ ايوه جمع، يبقى الاجابه هنا هتبقى كلمه where، الاجابه هنا هتبقى ايه؟ كلمه where، بمعنى كان هناك قطارات في سنه 1900، كان هناك قطارات في سنه 1900. طيب رقم 2 بيقول لي زائر نقط اني تي فيز in 1990، ها 900، ها عايز اقول ايه؟ كان هناك اي ولا لم يكن هناك اي تلفزيونات في سنه 1900؟ ها يبقى هنا طبعا هما كلهم منفيين، طبعا تي فيز دي جمع مش ممكن ناخد معاها isn't، ومش ممكن ناخد معاها wasn't، تمام. طيب 1900 دي في الماضي، 1900 دي في الايه؟ في الماضي، وطالما احنا بنتكلم في الماضي ما بناخدش aren't، بناخد كلمه ايه؟ weren't، بناخد كلمة ايه؟ weren't. الموضوع بسيط جدا، ركز بس في الايه في القاعدة. هنا بيقول لي there not any emails in 1800 في سنة 1800، كان في ايميلات رسائل الكترونية، الايميلات بتاعت الانترنت، ها يبقى هنا اولا ده ايه؟ جمع، ده ايه؟ جمع. طب الجمع بياخد was؟ ما بياخدش was. طب الجمع بياخد is؟ ما بياخدش is. خش كده على القناة بتاعتي واكتب فيها، هتبقى بريمو في الايه في الجرامر الانجليزي، وهجيلك حلقة ممتازة قمة في الروعة هتفيدك جدا في الحاجات دي، امتى بتاخد مفرد وامتى بتاخد جمع وامتى بتاخد دي مع دي، حاجات كده بسيطة جدا. طيب there not any emails in 1800،
1800. ها الايميلز اولا دي سنه في الماضي، الماضي ما بياخدش ار، الماضي بياخد كلمه ايه وير، الماضي بياخد كلمه ايه وير. طيب زير نقط زير ويرنت نقط ويرنت هنا نفي، ويرنت هنا ايه نفي. مودرن فورمز اوف ترانسبورت ان 1700، عايز اقول لم يكن هناك اي وسائل نقل حديثه في سنه 1700. فعلا كانت الناس بتعتمد على الجمال والحصنه والبغال والحمير والحاجات دي. ها عايز اقول لم يكن هناك اي، ده نفي. النفي قلنا بياخد ايه، اني ولا ا ولا ان ولا صم. ها النفي دايما بيجي معاه ايه، وزنت او ورنت بتاخد ايه اني، ومعاهم برضو ايزنت وارنت، بس طبعا دي سنة في الماضي طبعا مش ممكن ناخد هنا طبعا مش بايه مش بخير نفدول. ها النفي قلنا بياخد كلمة ايه دايما اني، يبقى الاجابة بتاعتي هنا كلمة اني، الاجابة بتاعتي هنا كلمة ايه اني. ركز الموضوع بسيط. السؤال الخامس بيقول لي نقط زير اني سيل فونز، سيل فونز اللي هي الهواتف الخلوية، الهواتف الايه الخلوية. ده بيتقال عليه ده كده بيتقال عليه سيل فون، بيتقال عليه ايه سيل فون، خلاص اللي هو الموبايل فون او الموبايل فون، خلاص اللي هو التليفون المحمول يعني سيل فون. ها بيفور 1950، ها عايز اقول هل كان هناك اي هواتف خلوية قبل عام 1950؟ ها 1950 دي في الماضي، يبقى ما بناخدش طبعا معاها لا از ولا كمان ار. طيب الهواتف جمع ولا مفرد؟ جمع طبعا، الجمع ما بناخدش معاه ووز، بناخد معاه كلمه ايه وير. ده بالنسبه للجزئيه دي. فضل جزئيه اللي هو شرح طبعا استخدامات كلمه ويل، احنا شرحناها طبعا قبل كده في فيديو قبل كده، بس انا هقصها من الفيديو ده وهحطها لكم دلوقتي عشان خاطر ايه نخلص الايه الوحده ديت. هنشرح دلوقتي مع بعض زمن المستقبل البسيط، وبعد كده هناخد ويل منفرده لوحدها بالاستخدامات زي ما عملنا مع جوينج تو. هنا طبعا في عندي زمن اسمه فيوتشر سيمبل اللي هو المستقبل البسيط، المستقبل الايه البسيط. المستقبل البسيط التكوين بتاعه بيبقى من حاجه اسمها ويل زائد الانفينيتيف اللي هو المصدر، يبقى فاعل ويل زائد المصدر، خلاص ده التكوين بتاعه. طيب لما بننفيه بننفيه ازاي؟ ويل دي ممكن برضو نكتبها نظام ال ال كده وعليها ابوستروفي، خلاص يبقى كلمة ويل دي تتكتب بالاختصار كده يا اما تتكتب كاملة بالشكل ده، تمام؟ طيب النفي بتاعه بنفيه ازاي؟ طبعا ويل دي معناها انا قلت ان كلمة ويل وجوينج تو الاثنين معناهم سوف، يبقى ويل دي معناها سوف، معناها ايه؟ سوف، خلاص؟ طيب النفي بتاعه لما بننفي بقى ويل دي بننفيها ازاي؟ بكلمة ويل نوت، بس لازم تسيب مسافة، يا اما الاختصار اللي هي كلمة وونت، تمام؟ بيجي برضو بعد منها المصدر، خلي بالك ان كلهم العامل المشترك فيهم المصدر، تمام؟ السؤال بهل عايز اقول هل سوف، دي طبعا معناها سوف لن، ودي طبعا معناها سوف زي ما قلنا. طب عايز اقول هل سوف، بستخدم طبعا الصيغه دي هل سوف، بقول ويل فاعل زائد المصدر. طيب في السؤال بكلمه استفهام، لما باجي بعمل سؤال بكلمه استفهام بحط الكلمه اللي بادئه بالدبليو اتش كلمه الاستفهام، ثم ويل ثم الفاعل ثم المصدر ثم الايه المصدر. طيب الكلمات الداله بقى على الزمن، يعني انا لو لقيت اي كلمه من الكلمات الجميله دي في الجمله اعرف ان الفعل بتاعي لا محاله وزائد المصدر، اللي هي كلمه ايه tomorrow وسون ونكست وان ذا فيوتشر وان زائد سنه قادمه، وان زائد سنه ايه قادمه، يبقى tomorrow سون، tomorrow طبعا معناها بالعربي غدا، سون معناها قريبا، ونكست معناها القادم، وطبعا دي بيجي بعد منها نكست نكست ويك نكست يير نكست مانث نكست تيوزداي نكست اي حاجه. ان ذا فيوتشر دي معناها في المستقبل، وان زائد سنه قادمه يعني في عام كذا، في عام ايه كذا. لقيت الجمل دي لقيت الكلمات دي بتاخد اي صيغه من دول؟ بتاخد ويل عموما، بتاخد ويل ايه عموما. الموضوع بسيط، عايز اقول الاول هي سوف، هي سوف تدرس الطب. اقولها ازاي؟ هي يعني ايه بالانجليزي؟ ايوه اللي هي شي، اللي هي ايه؟ طبعا انا هنا بكون جمله عادي على فكره. هي اللي هي شي. سوف يعني ايه؟ اللي هي كلمه ايه؟ ويل، يبقى شي ويل. يدرس الطب، يدرس اللي هي ستادي الطب اللي هو ميديسن او ميديسن. شي ويل ستادي ايه؟ ميديسن. طب عايز اقول هل هي سوف تدرس الطب؟ يبقى احنا بنقدم الفعل المساعد الاول، هتبقى ويل شي ستادي ميديسن. طب عايز اقول هي لن تدرس الطب، هقول she won't او will not study medicine.
طيب عايز اقول ماذا هي سوف تدرس؟ هنقول what will she study. ماذا هي سوف تدرس؟ ده بالنسبه لايه؟ لتكوين جمل على الايه؟ على الصيغ دي. يبقى انا بعرف ان الكلمات tomorrow وsoon ونكست وان ذا فيوتشر وان ذا السنه القادمه لقيتهم، باخد will والمشتقات بتاعتها، سواء كانت جمله، سواء كانت نفي، سواء كانت سؤال بهل، سواء كانت سؤال بكلمه ايه؟ استفهام. معايا مجموعه من الاسئله هنحلها مع بعض، وبعد كده هناخد استخدامات واو زي ما خدنا going to. الجملة الأولى بتقول هي نقط بي باك سون، جاب لي كلمة سون الجميلة دي في الجملة. أنا قلت لقيت سون باخد ويل زائد المصدر، الإجابة تبقى ويل ولا إيز ولا وود بي ولا هاز، خلصان ويل. طيب هنا بيقول لي يو نقط هيلب مي تومورو، جاب لي كلمة تومورو أهيت، يبقى برضه هاخد مشتقات ويل. هتبقى ويل ولا آر ولا إيز ولا آر جوينج؟ في حاجة اسمها آر جوينج يو؟ لا، الإجابة طبعا هتبقى إيه؟ هتبقى ويل. الإجابة هتبقى إيه؟ ويل. طيب when not start the show، when not start the show اللي هي يبدا العرض يعني. she start اولا she مفرد ما بتاخدش مصدر، يبقى دي كده غلط تماما. ومفيش حاجه اسمها when starts she، دي كده غلط برضه، لان مضارع بسيط بنقوله do في كلمه استفهام، do او does فاعل زائد المصدر، فدي غلط. فاضل لي هنا when will she start ولا when she will start. لما باجي بكون سؤال بقول ايه؟ will فاعل، يبقى الإجابة بتاعتي هنا هتبقى كلمة إيه؟ will she. خلاص؟ ركز معي. هنا بيقول لي will أحمد joins you. ها؟ أنا عندي will لما بتيجي في الأول كسؤال بهل، بيجي بعد منها الإيه؟ العمل المشترك بتاعنا قلنا اللي هو المصدر، هنشيله الإس تبقى join. طيب هنا بيقول لي she will working for us، هي هتشتغل عندنا أو هتشتغل لدينا. ها؟ أنا قلت will بيجي بعد منها المصدر، يبقى working نشيل الإيه الING تبقى work. الجملة الأخيرة بتقول yesterday I will continue the duty. ها yesterday أمس، ينفع أقول امبارح أنا سوف أبدأ المهمة بتاعتي ولا غدا سوف أبدأ؟ yesterday لقيت تحت منها خط على طول اكتب tomorrow، يبقى yesterday دي هتبقى كلمة tomorrow، هتبقى كلمة إيه؟ tomorrow. وبعد ما وضحنا زمن المستقبل البسيط اللي هو future symbol، تمام، يلا بينا بقى نشوف استخدامات will، عشان نبقى متفقين will دي لها استخدامات كتير جدا. النهاردة هقول لكم ثلاثة بس هما اللي مذكورين عندكم، يلا بينا نشوفهم عاملين ازاي. will طبعا احنا قلنا معناها سوف، الاستخدامات بتاعتها اول حاجة، حاجة اسمها quick decisions اللي هي قرارات سريعة. قرارات ايه؟ سريعة، قرار انت بتتخذه بسرعة. يعني على سبيل المثال لما اجي اقول لك مثلا ايه؟ I am thirsty، يعني انا عطشان. I not drink. ها I ايه؟ I will ولا am going to ولا كمان اختيارين مش هناخد منهم حاجة عشان بس ما نضيعش الوقت فيهم. ها الاجابه هنا هتبقى ايه؟ واحد عطشان، يبقى العطشان ده بيشرب على طول، ده قرار سريع، يبقى الاجابه هنا هتبقى كلمه ايه؟ well. الاجابه هنا هتبقى كلمه ايه؟ well. لما اقول لك مثلا ايه؟ this jacket is really elegant، حلو قوي الجاكيت ده. I not buy it. ها اي ايه؟ اي ويل باي ات ولا ام جوينج تو باي ات؟ الجاكيت حلو قوي وعجبني، يبقى انا هشتريه، ده قرار سريع، يبقى الاجابه هنا طبعا هتبقى كلمه ايه؟ هتبقى كلمه ويل. هتبقى كلمه ايه؟ ويل. تاني استخدام من استخدامات ويل هو الاوفر او الريكوست. الاوفر اللي هو العرض، والريكوست اللي هو الطلب، والريكوست اللي هو الايه؟ الطلب. طيب ايه بقى موضوع العرض والطلب ده؟ هتلاقي جملة في بدايتها، هتلاقي ممكن تلاقي فاعل will زائد المصدر والتكملة، او هتلاقي will في الاول فاعل زائد المصدر والتكملة وعلامة الاستفهام. يا مستر ده انت عملت جملة وعملت سؤال. ايوة، ما هي will في حالة العرض والطلب بنستخدمها في حالة جملة او ايه؟ او سؤال. على سبيل المثال لما اقول الواحد ايه؟ هل هتجيب لي شوية شاي او هل هتعمل لي كوباية شاي؟ يبقى انا كده بطلب الشاي، اللي هي هتبقى ازاي؟ will you make me tea. ها؟ هل انت هتعمل لي شاي؟ ده كده اسلوب ايه؟ اسلوب طلب. طيب ممكن انا اقول مثلا ايه؟ I will carry the bag for you، هشيل لك الشنطة. يبقى انا هنا بعرض ان انا اشيل له الشنطة، بعرض ان انا اشيل له ايه؟ الشنطة. يبقى انا عندي العرض والطلب بيبقوا في حالة جملة بالشكل ده او في حالة سؤال بهل بالشكل ده.
في حاله سؤال بهل بالشكل ايه؟ بالشكل ده. طيب الاستخدام الثالث معايا future actions without evidence. احنا قلنا going to حاجه هتحصل في المستقبل عليها دليل في المضارع. في دليل خلاص؟ action with present future action with present evident present a evident. انما هنا future actions without هنا بدون دليل. يبقى هنا حدث في المستقبل ليس عليه دليل، مفيش دليل، او ممكن نقوله تنبؤ او توقع في المستقبل، حاجه بتتنبأ بيها او تتوقع فيها بس ما معكش دليل عليه. ما معكش دليل ايه عليه. طيب وغالبا في الحاله دي بنستخدم الافعال دي think يعتقد، طبعا مش هقدر اكتبهم، hope يامل، believe يؤمن به، predict يتوقع، sorry predict يتنبأ، expect يتوقع، perhaps ربما، خلاص probable اللي هي برضو ربما. الحاجات دي كلها بقى ربما، perhaps و probable و probably و possible و possibly. طبعا دي ممكن ودي ايه امكانية ودي ايه امكانية. الافعال دي والكلمات دي دايما بيجي بعد منها ايه؟ will زائد المصدر. يعني انا عندي كل الافعال والكلمات دي بيجي بعد منها هنا will زائد المصدر اهو في نهايتهم، بيجي بعد منهم will زائد المصدر. على سبيل المثال لما يجي يقول لك مثلا ايه she expects، هي بتتوقع، that هبة نقط come first in the competition، هي بتتوقع ان هبة هتبقى الاولى في المسابقة. ها الاجابة هل هتبقى will ولا going to في الجملة دي؟ انا قلت expect واخواتها، ادي فين كلمة expect واخواتها، بيجي بعد منهم will زائد المصدر، يبقى الاجابة هنا هتبقى كلمة will. الاجابة هنا هتبقى كلمة ايه؟ will. يبقى انا عندي الكلمات دي think و hope و believe و predict و expect و perhaps و probable و probably possible possibly، بيجي بعد منهم will زائد المصدر. will زائد الايه؟ المصدر. معايا مجموعة من الجمل اللي فيه بيقولك فيها صحح ايه ما تحته خط. هنا بيقولك he expects he is going to pass the test. ها ادي كلمة expect اهي، قلنا بيجي بعد منها الايه؟ المصدر. يبقى going to دي هتبقى well، هتبقى ايه؟ well. طيب she thinks نفس الكلام، she thinks her dad would return tomorrow، هي بتعتقد ان ابوها هيرجع بكره. think من الافعال اللي بيجي بعد منها will وليست would. طيب the little boy is about to fall، الولد الصغير مقرب يقع، fall off the roof، هيقع من على السطح. ها I would rescue him، ها الولد هيقع يبقى انا هنقذه، يبقى ده قرار ايه؟ قرار سريع. في الحاله دي بنستخدم هنا will وليست would. well الاجابه هنا هتبقى كلمه ايه؟ well. طيب السؤال الرابع بيقول لي are you give me some money، ها هل هتديني فلوس؟ انا هنا بطلب الفلوس. ها اسلوب الطلب بنستخدم are وبعد منها مصدر؟ لا طبعا بنستخدم كلمه ايه؟ well، لان انا قلت well بتيجي في العرض والطلب، العرض والايه والطلب. اخر واحده بتقول I'm hungry، انا جعان، مصعد فاضي، تمام. ها I am going to eat، ده قرار سريع. ها القرارات السريعه قلنا بنستخدم فيها كلمه ايه؟ well، بنستخدم فيها كلمه ايه؟ well. وفي نهاية شرح الوحدة العشرة أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا منها وفهمتم منها كل اللي أنتم عايزينه. أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في امتحان شهر إبريل، وهنزل لكم إن شاء الله بإذن الله مراجعة على الوحدة العشرة بس كلمات وجرامر زي اللي عملتها في الوحدة التسعة. كان معكم مستر حمدي الحارس من قناة إنجليش أونلاين. قبل ما أختم بقى يا ريت اللايك طبعا والسبسكرايب والشير. السلام عليكم ورحمة الله.